افتتحت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة معرض الخريف بنسخته 34 في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، الذي يضم أكثر من 557 عارضا من 16 دولة. وبهذه المناسبة قالت وزيرة السياحة إن معرض الخريف يشكل علامة مضيئة في تاريخ صناعة المعارض وتنظيم كبرى الفعاليات التجارية على مستوى المملكة. معرض الخريف منصة تجارية لا مثيل لها، تحتضن الشركات المحلية والدولية من مختلف دول العالم، تحط رحلها في مملكة البحرين بشكل سنوي على مدار 9 أيام لتقدم لمحبي التسوق تجربة لا تنسى، خصوصا وأن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض الاستهلاكية في الشرق الأوسط والذي يترقبه المتسوقون للحصول على أفضل العروض من مختلف الدول وبأسعار تنافسية. احنا فخورين جدا ان تكون متواجدين دائما، ويعني بأمانة فخر يعني، وان المعرض كبر وصار بهالمستوى الآن، شركات عالمية تشارك وشركات داخلية، واحنا كذلك يعني سعيدين ان يكون المعرض دائما يتزامن مع العيد الوطني وعيد جلوس سيد جلالة الملك الله يحفظه ويعزه ان شاء الله، وهذا شيء جميل جدا يعني. معرض الخريف هو منصة جيدة لنا احنا كمنتجين ان احنا الناس تعرفون على المنتجات اللي عندنا. طبعا الناس من دول التعاون وكل اماكن، فهاي يعني شيء مثل ما يكون ترويج زين لنا ان الكل يشوفون منتجاتنا. طبعا بمساعدة اكسبورت بحرين صادرات بحرين اللي يتوفر منصة لنا كهالموضوع هذه، ساعدتنا نكون بسهولة موجودين هنا. هذا الموضوع اهم شيء احنا شنو؟ ان احنا نقدر الحين نصدر منتجاتنا برا، وهذه اذا احنا ما عندنا ترويج ما نقدر نصدر برا. هذه نقطه مهمه ان الاوتوم فير او معرض الخريف توفر هالشيء اللي هو التصدير للخارج، وش مهم جدا. احنا تقريبا الحين المشاركه رقم 11 في معرض الخريف، لكل سنه نحن نشارك، وهذا يعتبر هذا المعرض نحن واجد نهتم فيه كمجلس اداره، نحن لازم نحضره ولازم ننتج منتجات خاصه، لازم ننتج حتى الأسعار تكون عندنا أسعار مختلفة هنا عن حد أرخص عن عمان. إحنا بشكل عام يعني اللهم لك الحمد كل سنة لازم يكون مستعدين استعداد تام لهذا المعرض، لأن هذا المعرض يعتبر من أنجح المعارض في البحرين ما شاء الله تبارك الله. مشاركتنا هذه مش للمرة الأولى، يعني مستمرين بشكل دائم، يعني هذه ممكن تقريبا فضل من الله سبحانه وتعالى 7 سنة على التوالي نشترك. أهل البحرين طيبين، إحنا دائما ننزل لهم يعني معاملة خاصة، سعر خاص، لأن احنا ننزل احيانا مرة واحدة في السنة، اذا صادف مرتين في السنة يعني كمعارض. بزيادة ملحوظة في عدد العارضين لهذا الموسم بأجنحة جديدة ومنتجات متنوعة تنقل الزوار الى تجربة تسوق لا تنسى بما تقدمه من بضائع متنوعة يكاد بعضها ان يكون حصريا ولا يمكن الحصول عليه الا في معرض الخريف. احنا من زمان نشارك في البحرين وما شاء الله المعرض واجد زين وزبائننا طيبين ما شاء الله، واقبال عليه طيب، والعسل برضه ممتاز جدا والاقبال عليه كثير ما شاء الله. مشاركتنا كانت كثيره من الدول بالمنتجات اليمنيه الطبيعيه مثل العسل والبهارات والمكسرات والاعشاب الطبيه اللي من جزيره سقطره، مشينا عده دول، وكانت مسافتنا كل سنه الى مملكه البحرين. طبعا نحن نحب مملكه البحرين وناس البحرين لان اقبالهم جيد من اول لحظه للمعرض حتى اخر لحظه. وجهة تسوق سنوية واستثنائية في الوقت ذاته، وذلك بما تقدمه من فرصة جيدة للتاجر البحريني للتواصل وبشكل مباشر مع الجمهور وتعريفهم بالمنتج البحريني. تجمع دولي تجاري سنوي يلتقي في مملكة البحرين ليقدم منتجات متميزة وحصرية وبضائع متنوعة تشتهر بها البلدان المشاركة في معرض الخريف، لترضي من خلالها شغف محبي هذا الحدث السنوي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.